الحمد لله الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله جعل الشمس والقمر بحسبان. الحمد لله جعل النجم والشجر يسجدان. الحمد لله رفع السماء ووضع الميزان. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بالجلال والكمال والعظمة والجبروت، حمدا ملء السماوات والأرض وما بينهما. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على من قال له ربه في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. صلاة وسلاما على من قال له ربه في القرآن: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلاة وسلاما على من قال له ربه في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلاة وسلاما على من قال قائلهم فيه: أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلاة وسلاما عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في مستهل هذا اللقاء الإيماني الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية في الأسبوع الخامس، في الأسبوع الثقافي الخامس، من هنا من مسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا في هذه الليلة اثنان من الدعاة الذين يستمع إليهما بإنصات، ذلك أن العلم يتفجر من بين جنبيهما، بل ويعطون من أنفسهم إخلاصا لله تبارك وتعالى. وهذه الأسابيع الثقافية برعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتنمية الوعي في هذه الفترة المهمة من تاريخ مصرنا الحديث، الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون تاريخا مشرقا على مصر وأهلها. أيها الإخوة المؤمنون، معنا الأستاذ الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والحائز على جائزة وقف الفنجري لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي. ومعنا أيضا فضيلة الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلمنا نحن، لكي نستمع إلى القرآن عندما يكون الصوت نديا. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ محمود غالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق صدق الله العظيم حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق
وما يقوله بشر. حقا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آخر سورة ياسين وأول سورة الصافات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود غلاب في مستهل هذا الملتقى الإيماني في الأسبوع الثقافي الخامس الذي تقيمه وزارة الأوقاف هنا في مسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في هذه الدفقة العلمية التي يرعاها وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة في سبيل تنمية الوعي الإسلامي. أيها الإخوة المؤمنون، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما من تفعل من عمل تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى إلا وقاك الله به من أنواع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا تعلمنا من قيم الإسلام التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موضوع هذه الليلة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والآن نستمع إلى هذه الكلمة بهذا العنوان، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، من فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والحائز على جائزة وقف الفنجري لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي. الحمد لله الذي أقام من كل موجود دليلاً على عزته، ونصب علم الهدى على باب حجته. الأكوان كلها تنطق بالدليل على وحدانيته، وكل موافق ومخالف في الخلق يمشي تحت إرادته ومشيئته. إن رفعت بصر الفكر ترى الفلك في قبضته، وتبصر شمس النهار وبدر الدجى يجريان في بحر قدرته. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاءنا بالبينات من ربه وجاء بالذكر الحكيم. سيدي يا رسول الله، يا سيد السادات، جئتك قاصداً أرجو رضاك وأحتمي بحماك، فوالله والله يا رسول الله إن لي قلباً مشوقاً لا يروم سواك. فأنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك. وإذا رحمت يا رسول الله، وإذا رحمت يا حبيب الله، فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على مبعوث العناية الإلهية وعلى شمس الهداية الربانية، على خير الخلق عندك وأكرمهم لديك وأحبهم إليك، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها السادة الفضلاء، في البداية نشكر الله عز وجل أن هيأ لنا الأسباب لكي نجتمع هنا في هذا المكان الطاهر وفي هذا البيت العامر من بيوت الله عز وجل، ونشكر من أجرى الله عز وجل الخير على أيديهم لعقد هذا النشاط الثقافي الباني، ونخص بالذكر وزارة الأوقاف بقيادة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المجدد ورجاله الأبطال. ولا ريب في أن اختيار مثل هذه الموضوعات يدل على وعي الوزارة الدقيق بطبيعة المرحلة ومتطلبات التجديد. وأشكر المنصة الكريمة، وإنني والله لمحظوظ أن أجلس بجوار السيد الأستاذ رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرآن الكريم حفظه الله، وأن أجلس بجوار أخي وصديقي وشيخي فضيلة الشيخ يسري حفظه الله، وإنني لمحظوظ أيضاً أن أجلس أمام السادة العلماء الأجلاء، أن أجلس أمام حضرات العلماء الأجلاء والسادة المتابعين في كل مكان. أيها السادة، يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويقول عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويقول تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ووصف الله عز وجل عباده المؤمنين والذين يصنعون الخير والمعروف في هذه الحياة، وصفهم بقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا كمطريرا. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وصنائع جمع صنيعة، والمعروف ما تعارف الناس على حسنه وجماله وجلاله، وهو ما عرف في منظور الشرع الشريف بالحسن. وتقي مصارع السوء أيها السادة، أي تدفع عن فاعلها كل مصرع لا يحبه، وقيل بأنها تدفع عن الإنسان سوء الخاتمة. نجانا الله وإياكم من ذلك، ورزقنا حسن الخاتمة. أيها السادة، أما ما يصيب المسلم أحياناً من حوادث أليمة كإصابته في حادث ونحوه، فقد يكون رفعاً لدرجته، أو حطاً من سيئاته، أو ضرباً من ضروب الشهادة. ويختلف ذلك أيها السادة باختلاف أحوال الناس وأعمالهم، فما يصيب المؤمن من البلاء هو خير في جميع الأحوال، حتى الشوكة يشاكها. وصنائع المعروف هي مفاتيح الخير للمسلم ومفاتيح الخيرية للأمة الإسلامية، وهي صدقة على النفس وعلى الغير، وهي شكر للمنعم على إنعامه، وهي صدقة للمواهب وللمكنة وللجاه وللتمكين. أيها السادة، صناعة المعروف تقي مصارع السوء، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الدول أو الحضارات. وإن حضارتنا الإسلامية كانت وما زالت سباقة إلى الرحمة وصناعة الخير في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال. وقد زكى الله سبحانه وتعالى أمتنا الإسلامية بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونفهم من الآية الكريمة أيها السادة أن من مقومات خيرية الأمة
وخيرية المسلمين وخيرية كل فرد من أفراد الأمة، بذل الوسع في الأمر بالمعروف وفعله والنهي عن المنكر واجتنابه، وصناعة المعروف لتكون صناعة المعروف عامة وشاملة وكاملة تستغرق كل مجالات الحياة وشتى مكوناتها، فتشمل الإنسان الرجل والمرأة والطفل والشيخ والطفل والشيخ والأبيض والأسود والمسلم وغير المسلم والعربي والعجمي، فهي تشمل الإنسان والحيوان والطير والنبات وحتى الجماد، إنها تشمل الأحياء وحتى الأموات، إنها تشمل الأحياء والأموات على حد، إنها تشمل الأحياء والأموات على حد سواء. وإن الدولة المصرية العظيمة التي ذكرها الله عز وجل صراحة وكناية في محكم التنزيل أبدعت في صناعة الخير عبر تاريخها المديد المجيد ولا تزال، فقد علمت الدنيا العلوم والفنون والآداب ونشرت الخير في كل مكان، وتقوم دوما بحملات إغاثية ومكوكية لأشقائنا المكروبين، وها هي تصدر للعالم كله العلم النافع، وتصدر التسامح، تصدر الأمن والأمان والإيمان، تصدر السلام والوئام في كل مكان عبر مؤسساتها ومن خلال أزهرها الشريف، وعبر وزارة أوقافها ودار إفتائها وإذاعة قرآنها. أيها السادة، إن صنائع المعروف لها فضل عظيم ونفع عميم في الدنيا وفي الآخرة، فهي من مقومات النجاح في الدنيا ومن مقومات النجاة في الآخرة. ولما نزل الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، وأخبرها الخبر فقالت خديجة: أبشر يا محمد، فوالله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ وهنا تأتي مقومات النجاة، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهكذا أيها السادة، لخصت السيدة خديجة عددا من صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء بأقوالها الخالدة. ويقص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأصحابه قصص أقوام صنعوا المعروف وهو في نظرنا صغير فكان جزاؤهم عند الله كبيرا. ومن هؤلاء رجل أزال الأذى من الطريق فشكر الله عز وجل له فغفر له، ومن هؤلاء رجل صنع معروفا حيث رأى كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزل البئر وحمل الماء في خفه وسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. ومن هؤلاء أيضا رجل سمح كان يداين الناس، كان يداين الناس ويصبر عليهم في سداد الديون ويتسامح معهم فتجاوز الله عنه. أيها الأحباب، في كل مكان أنواع المعروف كثيرة وسبله متنوعة، ومن صور صنائع المعروف التي يحبها الله ويحبها رسول الله بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الزوجة وبذل الصدقة ومساعدة الضعفاء وبذل القرض الحسن وإنذار المعسر، إنذار بالظاء وليس بالزال، وإنذار المعسر حتى ييسر الله له، وتفريج الكروب وتأمين الخائفين وجبر الخواطر والإحسان إلى الجار والعطف على الفقراء ورعاية اليتامى وعيادة المريض وحفر الآبار وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الظل في الصحراء وتعبيد الطرق وإماطة الأذى عن طريق الناس وعن طريق المخلوقات وبناء المدارس والمساجد والمسافي وبناء المدارس والمساجد والمشافي وكفالة الأرامل والمساكين ورعاية اليتامى والأمر بالخير والإمساك عن الشر
والإسهام في علاج الفقراء، وتعليم الجاهل، والإحسان إلى الوافدين، وإلى السائحين، وإلى الزوار، وإلى أبناء السبيل، وإرشاد الحائر، وهداية الضال، ونصرة المظلوم، وكف الظالم عن ظلمه، وإغاثة الملهوف، وإقامة العدل بين الناس، والإصلاح بين المتخاصمين، والكلمة الطيبة، وزيارة القبور، وإعانة الرجل للركوب على دابته، ويقاس عليها مساعدته في إصلاح سيارته إذا تعطلت في الطريق، ومراعاة مشاعر الناس، والتخفيف عمن ولاك الله أمرهم في عملك أو في بيتك، وعدم تحميلهم ما لا يطوقون، وتبسمك في وجه أخيك، وغيرها كثير. ومنها أيها السادة شكر المنعم على إنعامه، ونجدة المظلوم، وقمع الباغين، والحفاظ على صهور الوطن، وكذا الرفق بالحيوان، وعدم تحميله ما لا يطيق، ومراعاة مشاعره. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإحسان بالحيوان، وأكد على عدم إرهاقه أو الإساءة إليه، وعلم أصحابه الكرام أنهم إذا نزلوا من على الدواب في السفر ألا ينشغلوا بالصلاة حتى ينزلوا الرحال والأحمال من على ظهور الدواب، وعلمهم أنهم حين يسيرون بالدواب في طريق خصب بالنباتات التي أنبتها الله للحيوان وللدواب فلا يسرعون. لماذا؟ حتى تأخذ الدابة حقها وكفايتها من الطعام. وحين يسيرون في طريق مجدبة لا تجد فيها الدابة ما تتغذى عليه، فعليهم كما علمهم الصادق المصدوق محمد، فعليهم أن يسرعوا في المسير حتى لا تجوع الدواب، وحتى يصلوا إلى أماكن أخرى للطعام. ودعا عند حلب البهيمة أن نترك في ضرعها من اللبن ما يكفي لإشباع ولدها، ما يكفي لإشباع ولدها الرضيع، مراعاة منه صلى الله عليه وآله وسلم لمشاعر الأم وصغيرها، وجبرا لخاطرهما. إنها أيها السادة صنائع المعروف التي لا يعرفها إلا الكبار الكرام. وفي نهاية كلمتي أنصح نفسي وإياكم أن نكثر من صنائع المعروف في كل وقت وفي كل مجال وفي كل حال، لتصبح منهج حياة لنا ولأولادنا، ومن ثم جموع المواطنين، وأن نقصد بصنائع المعروف وجه الله عز وجل، وأن نتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهجه على الدوام. وعلى الإنسان ألا يحتكر من المعروف شيئاً ولو كان عملاً يسيراً، فرب عمل صغير تعظمه النية الخالصة، ورب عمل كبير تصغره النية المرائية. وعلينا أن نسارع في الاستجابة لمساعدة الضعفاء والمكروبين، وننفس عنهم بنفس راضية، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وأن نسعى لنيل محبة الله، وأن نفرح ونسعد ونحمد الله الكريم أن جعلنا من جابر الخواطر ومن صانع المعروف. نقطة مهمة أختم حديثي إلى حضراتكم بها وأؤكد عليها، وهي أن صنائع المعروف يجب أن تسود في بيوتنا ومع أهلنا وأقاربنا وذوي رحمنا وجيراننا كما تسود مع الناس. فبعض الناس أيها السادة تجدهم في بيوتهم كأبي سفيان في شحه، ومع باقي الناس كحاتم الطائي في جوده وكرمه، متناسين حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأن نحسن في صناعة المعروف، وأن نبرع في إتقانه وتجويده، حتى ننال البر ورضا الله، وننعم بالسعادتين وبالنظر إلى وجه الله الكريم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ويجب على التجار ومن على شاكلتهم
أن يقللوا من هامش أرباحهم وقت الشدائد والملمات والأزمات، فذلك باب عظيم من أبواب صناعة المعروف. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سارع إلى فعل الجميل وقلد الأعناق حسنا، فالزمان عواد. وتوخ فعل المكرمات تبرعا، فالمكرمات حميدة الآثار. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الضافية من فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في هذا التجمع في الأسبوع الثقافي الخامس الذي تقيمه وزارة الأوقاف هنا في مسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. أيها الإخوة المؤمنون، العنوان صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هذا لكل مسلم من المسلمين يجب أن يكون في يقينه أن صنائع المعروف تقيه مصارع السوء. حول هذا الموضوع يحدثنا فضيلة الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه. إني أحب محمدا، والله خير شاهدا، يا رب صل على المدى أبدا عليه مجددا. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك يا ربنا على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني الزمزمي، وعلى آله وأصحابه، وجعلنا اللهم من ورثة المقام المحمدي، اللهم آمين. أما بعد، إخواني وسادتي العلماء، أعتذر إليكم أني تقدمت عليكم، ووالله إني لأجلس بين أيديكم جلسة مستفيد ولست مفيد. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. وترحيباً بالمنصة الكريمة من أستاذ الأساتذة، الأستاذ القدير الدكتور رضا عبد السلام، أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به، وأستاذنا الدكتور أحمد علي سليمان، وفضيلة القارئ الشيخ المتقن الشيخ محمود غلاب، وفضيلة المبتهل فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. أهلاً وسهلاً بحضراتكم جميعاً، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعاً من الجنة منزلاً. وعملاً بقول سيدنا رسول الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف على هذه الندوات الدينية والأمسيات الثقافية، سائلين الله جل وعلا أن يبارك في جهود وزارة الأوقاف وعلمائها، اللهم آمين.
أما عن الموضوع صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهو حديث نبوي شريف، وإن قال البعض بأن السند فيه ضعف فإننا نأخذ به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. من أجمل ما سمعت من مشايخي من الصالحين هذه المقولة: صاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد له متكأ. صاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد له متكأ. يفسر هذا ما قاله مولانا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويوضحه ما قاله الشاعر: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. أستاذنا الدكتور أحمد سليمان وهو يتكلم عن صنائع المعروف استدل بكلمات قالتها وزير النبي، كما قال المؤرخون عنها وكتاب السير بأن أم المؤمنين خديجة هي وزير النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لسيدنا رسول الله لما دخل عليها ويطلب منها ويقول: زملوني زملوني، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، لن تتعرض لمصارع السوء يا رسول الله. لماذا؟ لأنك قدمت صنائع المعروف. ماذا قدم الحبيب الشفيع؟ انظر إلى أم المؤمنين خديجة تقول: إنك لتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. في بعض الروايات تصدق الحديث: تحمل الكلا، أي أنه صلى الله عليه وسلم يساعد الضعيف، إذا أتاه الضعيف ساعده وجبر بخاطره وعامله بالمعاملة النبوية المصطفوية المحمدية. هو ده سيدنا النبي. فبما رحمة من الله لنت لهم، يتبع المنهج النوراني في التعامل مع أصحابه ومع أتباعه حتى مع أعدائه. فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال شوقي: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. لما نقرأ القرآن، الله أمرنا في القرآن الكريم بخفض الجناح لوالدينا مرة واحدة، يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طيب ربنا يأمر سيدنا النبي في القرآن بخفض الجناح لأمته مرتين: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أدر لحاظك وانتبه يا صاحي، واشهد جمال المصطفى في الإصباح، ناده وقل يا نور أنت الماحي، واسعد لديه بخفض جناحي. مرتين في القرآن: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إنك تحمل الكلا، أي تساعد الضعيف، وتكسب المعدوم. من اعتلته الأزمات والنكبات والكوارث والحوادث فإنك تساعده يا رسول الله، فإنك تقف بجواره يا رسول الله. سيدنا النبي إذا أتاه السائل أعطاه، فإذا عاود السؤال مرة أخرى أعطاه، حتى يعود السائل إلى أهله ويقول لهم: أسلموا، جئتكم من عند محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تعود بسط الكف حتى لونه، ثناها لقبض لم تجبه أنامله. تراه إذا ما جئته متهللا، كأنك تعطيه الذي أنت نائله. هو البحر
من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. هذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، فإنك تحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف. وحبيبنا يحثنا على هذا، لأن إكرام الضيفان من الإيمان ومن أخلاق سيدنا رسول الله ومن أخلاق الخليل إبراهيم مقر الضيفان. وحبيبنا يقول في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الآن بعض الناس ربما يبخل بما عنده ويقول: ليس عندي وليس عندي ما أضيف به الضيوف. إن جاءك ضيف فقد أتاك برزق الله لك، وما لي لا أفرح بالضيف وأبش من نظري إليه وهو يأكل رزقه عندي ويشكرني عليه. يشكرك على ما قدمت له، تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يكرم ضيوفه. وفي ليلة لما جاءه ضيف وقال للصحابة: من منكم يستضيف ضيف رسول الله؟ ويرسل إلى زوجاته: ليس عندنا إلا الماء. ثم يقول أحد أصحابه: أنا أستضيفه يا رسول الله، فيضيفه الصحابي ويقول لزوجته: علل الصبيان حتى نكرم ضيف رسول الله، فيأكل الضيف ويقول لها: أطفئ المصباح حتى يأكل ولا يرانا ونحن لا نأكل. فلما أصبح الصباح قال سيدنا رسول الله للصحابي: إن الله عاجب من صنيعكما بضيفكما البارحة، وأنزل فيكما قرآنا يتلى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما عن الأمر الرابع من صنائع المعروف، قالت له: وتعين على نوائب الحق. وهنا يعلق الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح هذا الحديث ويقول: وقد جمعت السيدة خديجة في هذه الكلمة خصال الخير التي تقدمت والتي لم تأتي بعد. وتعين على نوائب الحق، كل نائبة كل مصيبة تلحق بالإنسان فإنك تعين عليها يا رسول الله. هذا هو نبينا وهذا هو ديننا، إن صنعت المعروف في أهله فأنت أهل له، وإن صنعت المعروف في غير أهله فلن تعدم الخير من الله جل وعلا. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وآيات القرآن كثيرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال مولانا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. خلاصة القول يا سادة: أننا نبحث عن خبيئة تنفعنا بين يدي الله. ماذا عندك وماذا تقدم لمولاك جل وعلا؟ أذكر لكم قصة وأختم بها. أوردها شيخنا سيدنا الشيخ صالح الجعفري إمام الجامع الأزهر، وظل فترة من الزمن يخطب في الجامع الأزهر الشريف. يقول بأن عالما من علماء المسلمين، وكان عاملا وكان متصدقا، عالم عامل متصدق، رأى في المنام أن القيامة قامت، وسمع من يقول له: ادخل الجنة. وهو في طريقه إلى الجنة أوقفه واحد وقال له: أتدري بأي عمل دخلت الجنة؟
فقال العالم: دخلت الجنة بإحدى ثلاث، إما بعلمي، وإما بعملي، وإما بمالي. عالم، عامل، متصدق. فقال له: لا بهذا ولا بهذا ولا بذاك، لا علمك ولا عملك ولا مالك. فقال الرجل: وبما؟ إيه اللي دخلني الجنة؟ قال: كنت تعلم الناس العلم ذات ليلة، ومر عليك رجل من فقراء المسلمين، لكنه عند الله من الصالحين، فسمع واتعظ واعتبر بما تقول، فشفعه الله فيك فأدخلك الجنة. لا تدري بأي عمل ستدخل الجنة. اصنع الخير واصنع المعروف، وتفنن في فعل الخير، وابحث عن أفعال الخير، ساعد الفقراء، أدخل الفرحة والسرور على قلوب الأرامل والأيتام والمساكين، فإسعاد الناس سيكون السبب في سعادتك بين يدي الله جل وعلا. سئل أحد الصالحين: من أسعد الناس؟ فقال: أسعد الناس من أسعد الناس. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من صناع المعروف والخير، وأن يجبر بخاطرنا، وأن يعاملنا بفضله لا بعدله. اللهم آمين. وصلى الله على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم حسن استماعكم. أقيلوا أخاكم إذا ما عثر، فإن الجميل جميل الأثر. وأولوه نصرا على طارئ، يبيد الشباب إذا ما انتصر. هنيئا لمن يدرأ النازلات ببعض الصلات إذا ما قدر. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمات التي لامست القلب وأحيت العقل وأضاءت نور النفس من فضيلة الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة. ما زلنا في هذا العنوان الأغر المضيء: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذا هو العنوان الذي يجب على كل مسلم أن يضعه نصب عينيه لكي يصل إلى الله، لكي يصل إلى رضا الله، ولكي يقتفي أثر هذا النبي العظيم. هذا النبي الذي سنستمع إلى مدحه، هذا النبي الذي قال فيه شوقي: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. أيها الإخوة، نستمع الآن إلى هذه الابتهالات من فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة.
من يصلي مرة عشرا فالله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على محمد اصنع معروفا اصنع معروفا اصنع معروفا تلقى ويقيك السوء اصنع معروفا تلقاه ويقيك السوء القهار. ورسول الله ورسول الله ورسول الله لنا مثل بالجود يحطم أسوارا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قد كان كريح مرسلة صلوا عليه قد كان كريح قد كان قد كان كريح بالبسمة يعطي ما يجد. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد تصدق فالصدقة نور الصدقة نور صدقات الصادق أنوار. الله الله وعبير الصدق الأزهار. الله صدقات الصادق أنوار. الله وعبير الصدق الأزهار. الله ويفوح شذاها من مسك. الله ويفوح شذاها من مسك. الله ويفوح شذاها من مسك ويحب المسك.
صوتي الغفار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد من فرج كربا أو ضيقا الله الله من فرج كربا أو ضيقا الله من فرج كربا أو ضيقا فستحجب عنه الأخطار ويسر بأنوار الباري ويقيه السوء الغفار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على من فرج كربا أو ضيقا فستحجب عنه الأخطار ويسر بأنوار الباري ويقيه السوء القهار كالبرق يمر بلا خوف في الساعة تخشى النار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على فالنية أعطت في صدق وبها قد زالت أسوار وتحطم قيد محبتها للمال فقادت من ساروا كل من يعشق محمد ينبغي ألا يلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كل من يعشق محمد ينبغي ألا يلام قد أتانا بالرسالة المظلل بالغمام سيدي خير الأنام وله أعلى مقام سيدي خير الأنام وله أعلى مقام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم. صلى الله ربنا صلى عليه، ربنا صلى عليه، ربنا صلى عليه والملائكة الكرام فله منا التحية، وله منا السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. محمد صفوة الباري ورحمته، وبغية الله من خلق ومن نسم، وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود وجبريل الأمين ضمي، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته. ويا محمد يا محمد هذا العرش فاستلم، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية التي سكنت في القلوب فألهبتها. هذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قربتنا من الجناب النبوي. وما أدراك ما الجناب النبوي؟ صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. من المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وكانت خير ختام لهذا اللقاء الإيماني في ختام الأسبوع الثقافي الخامس الذي تقيمه وزارة الأوقاف من هنا، من هذا البيت العامر من بيوت الله، من مسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.